في فكره خاطئه بمجتمعاتنا أن الولد لسمين بنقول عنه صحته منيحه. هيدي مش صحه يا سعيد، هيدا مرض. ها؟ فواحد من كل 10 اطفال حول العالم وزنه زايد عن المعدل، يعني حوالي 155 مليون طفل، بينهم 30 ل 45 مليون طفل يعدوا بدينين. والمشكلة أكبر بدولة الإمارات، لأن البحوث أظهرت أن 21.5% من الأطفال وزنهم زايد و 13.7% بيعانوا من السمنة. إيه؟ إيه نعم، لأنه الأكل السريع صار متوفر وبكثرة ومغري جداً، والخمول والكسل صاروا عادي. صحيح أنه نتائج سمنة الأطفال تظهر لما بيكبروا، ولكن ربع الأطفال البدينين تظهر عليهم أعراض مرض السكر، ولما بيكبروا بيكونوا معرضين أيضاً لأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والمشاكل العضلية والهيكلية وغيرها. كل ولد بحاجة أنه يمارس نشاط بدني لمدة ساعة واحدة على الأقل يومياً، ونصيحة أنك تتشارك معه بهالنشاط يا سعيد. ومكافحة السمنة عند الأطفال واجب على كل أب وأم. وعساكم دوم بصحة وسعادة.